بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا في الدرس ده إن شاء الله نحسب الاستراكشر اكسكافيشن. الاستراكشر اكسكافيشن هي حفريات العبارة. المفروض إن إحنا لما رسمنا الرسمة ديت رسمناها بإحداثيات، لأن دي كانت النظرية اللي إحنا رسمنا بيها لو ملف الإكسل، والكلام ده شفناه في الجيومتريك ديزاين. لما نيجي نكتب هنا نقول أي دي وأشوف النقطة ديت، المفروض تديني نفس الإحداثي ده. إحنا رسمناها تو سكيل 1 تو 1، ولو دوست على اي نقطه من النقطه ديت اي دي هتديك الاحداثيات بتاعتها. حتى الناتشورال جراوند لو قلنا اي دي بالشكل ده هنلاقيه 10 وكام، 403.07. ادي 10 403.0، المفروض انها 0.5، ممكن نكون احنا دوسنا خطا ولا حاجه. ايوه هنا 403.07. عموما ممكن تكون في ازاحه بسيطه هنا في الخط ده. المهم ان بيكون عندنا الديزاين كله هنا، مثلا هنلاقيها 402 902 952 بالظبط. ماشي، عايزين هنعمل ايه؟ النظريه ان احنا هناخد النقطه ديت الاحداثيات بتاعتها اللي هي اوفست وليفل، ومن هنا اوفست وليفل عند كل جريد احنا كنا عاملين 5 متر، وهنا اوفست وليفل، وهنا وهنا لحد ما نقفل. يبقى بالشكل ده كله اصبح، وناخد المساحه بطريقه الايه، طريقه المقصات على الاكسل زي ما هنشوف ان شاء الله. قبل كل حاجه هنقول اي بي. طب اذا كانت اليو سي اس مش موجوده، او الاحداثيات دي مش موجوده، او احنا عملنا لها موف، ازاي نرجع اليو سي اس؟ بكتب يو سي اس انتر، واروح حاطط هنا ايه، واروح عامل ادي الايه الاف 3 يو سي اس موف، وهنا اضغط هنا، بقى هنا عندي 0 0. عشان ارجع للاحداثيات دي تاني اقول له ايه، اقول له يو سي اس موف 0 كوما، واروح كاتب الاحداثيات دي بس بالناقص، اللي هو ناقص اللي هو الليفل 404.936، انتر. اجي اقول اي دي واضغط على النقطة ديت، الاقيها ادتني الايه؟ الاحداثيات بتاعتها اللي هو الاوفست والاليفيشن. انا المقصود بالاحداثيات هي الاوفست والايه؟ الاوفست والاليفيشن. الكلام ده لو الاحداثيات مش، او الاحداثيات بتاعتها مش مظبوطة. طيب عايزين نحمل ليسب اللي هو اي بي، هناخد الاي نيو لود كلوز كي يتحمل معانا الليسب. الليسب اسمه اي، اكيد المساحين كلهم يعرفوا اي انتر. عايز الفايل نيم، هنكتب الفايل نيم، اكتب مثلا ايه كالفرت، كتبت كالفرت وخلاص. وهنا هنقول ايه نمبر بوينت، هنبدأ بالبوينت رقم 1، وهنا سيلكت بوينت. سيلكت بوينت هبدأ بالنقطة، اي نقطة هبدأ بالنقطة اللي هي البوتوم بتاع البوتوم سلاب، راح مديني رقم 1. هنا النقطة رقم 2، هنا مع الجريد هضغط هنا راح مديني رقم 3. النقطة هنا، هنا تقاطع دي مع السنتر، لا اسفين، هنا النقطة بتاعتنا المفروض هنا رقم 4، والنقطة هنا، هنا مع الايه؟ مع النشر جراوند ولا مع الجريد؟ مع النشر جراوند 5، لأن أنا عايز اللي أسفل النشر جراوند. 5 مع النشر جراوند هنا تبقى 6. طب احنا خدنا هنا مع النشر جراوند مظبوط. طيب النقطة هنا 6، وهنا النقطة 7، لأن ما بين البوتوم اوف سلاب والناشر جراوند عايزين نحسب المساحة. طبعا كل ديت سلوب واحد، يبقى إذا مش هياخد مع الجريد، لأن هنا بتغير مع الجريد، لكن هنا مش هتبقى متغيرة. بس احنا هنا خدنا رقم 1 معناها إن قفلنا؟ لا ما قفلناش، احنا هناخد هنا البوتوم، بقت النقطة رقم كام؟ 8. يبقى النقطة من 1 إلى 8. اضغط انتر، عايز نفس الاسم، اكتب له كالفرت، انتر، سيلكت انسيرشن بوينت. لو جينا عملنا انسيرشن بوينت هنا كده، بس لابد نكبر الزوم، هيعمل لنا جدول. بس الجدول فشل معانا، ما علينا من الجدول، لان احنا مش المطلوب مننا الجدول، مطلوب مننا الملف التكست اوت اللي هيعمله لنا. نشوف احنا فتحنا الملف ده منين. من هنا،
فتحناه من نفس الايه ده مجموعة الرسومات بتاع العبارات. هضغط هنا سي، ادي كالفرس، ادي الملف ايه اللي عملونه من نفس الملف اللي انا بفتح منه ملف الاوتوكاد. بفتح الملف نفسه اللي هو بيعمله التكست اوت، هضغط اوكي، هفتحه بالاكسل واقول له يس، هيديني نفس الايه النقاط يا اخوانا. شايفين دي النقاط اللي احنا من 1 إلى 8 اللي احنا اخترناها. هضغط على العمود واضغط على داتا، ومن داتا هاخد تكست، تكست كولوم، اقول له نيكست فينيش. عادة بيكرر السطر الاخير، احذف السطر الاخير، بقى عندي 8 نقاط. باخد النقاط ديت، لو تلاحظوا ان النقاط ديت اوفست اليفيشن، اوفست اليفيشن لكل رقم من الارقام اللي احنا خدناها. هاخد الكلام ده كله كوبي، وافتح الفريم بتاعنا اللي احنا الفورمات اللي احنا عاملينه لحساب الاستراكشر اكسكافيشن. ادي الفورمات، ادي اكسكافيشن بارل، احنا بنحسب دلوقتي استراكشر اكسكافيشن فور بارل لينث. فور بارل لينث احنا على سبيل المثال احنا شفنا ده الايه، دي العبارة. طبعا العبارة غير العبارة، بس انا بقول لكم احنا بنعمل ايه. هنا هقول له بيست، ادي الايه، ادي الاحداثيات دي، هي نفسها هي اللي احنا خدناها ايه هنا. عندنا هنا النقطة 1 دي الاكس والواي، الاكس هو الاوفست والواي الاليفيشن، والنقطة 2 بس النقطة الأولانية بنبتدي ايه نكررها في الآخر، هي نقطة الايه، نقطة الكلوس. وديت المعادلة بتاعتنا. المعادلة بتاعتنا ديت عبارة عن ايه، بتحسب لنا الاريا لما نيجي ناخد من النقطة 1 إلى النقطة ايه، إلى النقطة 8. لو نلاحظ الشكل ده، الشكل ده لو نلاحظه ان هو نفس الشكل اللي احنا كنا ايه شغالين عليه، بس خدناه كوبي وبيست من هناك. طيب لو احنا لسه هناخد كوبي وبيست للشكل ده، بناخده ازاي؟ طبعا هنا ايه، هاخد هنا ايه في المكان الفاضي ده، هاخد كوبي للايه، كوبي للكلام ده. هاخد كوبي ازاي؟ هاخد كوبي للمنطقة اللي انا عاوزها. انا هاخد مثلا كوبي هنا كده على سبيل المثال، اخد كوبي واجي هنا على الاكسل بيست، عملية بسيطة خالص، كوبي وبيست بالشكل ده. واجي هنا العلامة ديت اللي هي كورب ولا كروب بالشكل ده، واجي هنا الخصائص، اجي هنا اقول له ايه، نو فيل نو كلر نو لاين بالشكل ده، بقت عندي العباره بالشكل ده. بس كل اللي انا عملته هنا ان انا خليت ديت ابيض واسود، يعني ما خليتهاش ايه، ما خليتهاش كلر بالشكل ده. وبالشكل ده انا بقى في الاوتوكاد اللي عايز امسحه بمسحه، واللي عايز اخليه بخليه، واللي عايز اهشره بهشره. ما عليا اللي انا هشرت المسافه ما بين الناتشرال جراوند وما بين البوتوم اوفيس لاب، عشان نعرف ان ديت الاريا اللي احنا عايزين ناخدها ونضربها في العرض تدينا حجم الاستراكشر، الاستراكشر اكسكافيشن. اما من ناحيه المعادله عرفنا ان احنا ازاي بننقل الرسمه دي من هناك، من هنا لهناك. وطبعا انا عامل هنا ديت للوان سيل، والفورمات ده للتو سيل، والفورمات ده للتري سيل، لان انا بكتب طبعا بيانات العبار زي ما احنا متعودين، وبكتب السايز بتاع العباره. لو كان السايز 3 سيل بحط ديت وديت عشان نبين الاستراكشر اكسكافيشن بيكون شكله عامل ازاي. وهنا طبعا ديت بتكون تو سكيل، لكن ديت مجرد فورمات عشان نعرف بس ان العباره 3 سيل. طيب هنا بنحط هنا بالشكل ده، بنحط من نقطه 1 الى نقطه 8. طبعا هنا بالنسبة لهنا العبارة ديت كانت 7 نقاط، 8 أو 7 زي ما تكون. المعادلة ديت عبارة عن حاصل ضرب دي ناقص دي في دي ناقص دي في دي، وبعد كده بنجمع دول هنا ونجمع دول هنا، وبعد كده المعادلة بتجيب مجموع الكل على ايه؟ مجموع الكل على 2. يبقى بالشكل ده، دي حاصل دي في دي ناقص دي في دي، وبنجمعها وبنقسمها على 2، بتدينا المساحة اللي هي كانت من النقطة 1 إلى النقطة 8.
ديت في المساحه بيسميها اريا كوردينيت. قدرنا نعمل ايه؟ نحسب المساحه ديت بنضربها في عرض العباره بتدينا الحجم اللي هو هنا ده الاختصار. طبعا العرض اللي هو اس ودي بنت العباره تريسيل وعرضها 3 متر وارتفاعها 2 متر ونص، وعندنا التي 1 ب 40 سنتي اللي هي ايه؟ اللي هو التكنس الخارجي، وعندنا التكنس اللي هو الداخلي كام؟ 30 سنتي، والتي اللي هي ديت 30 سنتي اللي هو التكنس اللي هو السقف بتاع العبارة، وعندنا ويدز 10 متر و40 في الاريا. يبقى كده حسبنا الاستراكشر اكسكافيشن، بنملى البيانات دي كلها وبنعملها بالشكل ده وبنقدمها وفي الانترم بيمنت سيرتيفيكيت اللي هو ايه؟ اللي هو الشهري. ما بقى عندنا العلامه ديت اذا ما كانتش اللي هي ايه؟ اللي هي كروب. لو ما كانتش موجوده بنجيبها ازاي؟ بنضغط هنا، ولما هنا طبعا تعليم الاكسل مهم جدا، واقول له هنا نيو فين. طيب ان شاء الله في الدرس القادم.